السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المملكة الأردنية الهاشمية بعد زيارة رسمية لها تلبية لدعوة من جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية. وكان في وداع سمو ولي ولي العهد لدى مغادرته المطار جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، كما كان في وداعه سمو الأمير فيصل بن الحسين وعدد من المسؤولين في الحكومة الأردنية. كذلك كان في وداعه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن الدكتور سامي الصالح والملحق العسكري السعودي في الأردن العقيد سليمان العسكر وعدد من المسؤولين في السفارة السعودية بعمان. وضم الوفد الرسمي المرافق لسمو ولي ولي العهد معالي وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد القصبي ومعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي، كما ضم الوفد المرافق معالي المستشار في الديوان الملكي الأستاذ فهد العيسى ومعالي المستشار في الديوان الملكي الأستاذ سعود القحطاني والمستشار في الديوان الملكي الأستاذ ياسر الرميان.